يمكن احنا سجلنا مع المنظمين قبل الحفله، قالوا اول ما تواصلنا مع اللجنه اصاله وافقت بدون اي تردد. حفله النهارده لصالح المريضات بكانسر، بعشق حياتي الاجواء النهارده. كلميني عن الحفله، وطبعا اول ما كلموكي لا ما تساليني، كلميني على الحفله. اكلمك اقول لك ايه، اقول لك ايه حفله كانت غني يعني اكلمك قال لك علشان هي المرضى اللي اول اي اي حفله خيريه. ما تفتحوا لي هيك الاسئله مفتوحه، اللي يسال يجي في النص بس، اللي يسال يجي في النص عشان نظره بس. طيب يا جماعه صراحه حضرتك انت تبرعتي طبعا باجرك، وده طبعا عمل انساني في المقام الاول، فده كان الدافع الاساسي عشان تقديم الحفله دي. بالتاكيد بالتاكيد هذا الدافع الاساسي، والدافع الاساسي كمان المهم والاهم من موضوع الاجر واللي ضلنا بنحكي فيه كثير موضوع الفلوس، هو انه مناسبات مثل هي على مستوى عالي من الإنسانية، لأنه هذا الألم هو أكثر ألم المفروض أنه يحس فيه إنسان، اللي هو الله يبعده يعني عن الجميع ويشفي الجميع إن شاء الله الكانسر. فهالنوع الألم محتاج لدرجة معينة من الموسيقى. أنا كنت بتمنى، وأنا جاي بعيدا عن الماديات اللي حكينا فيها، أنا كنت كل اللي بطمح فيه وأنا جاي إني كيف بدي ارتقي بموسيقاي لمستوى الألم تبعهم لحتى يقدر ينتشل هاد من هاد شوي. وأنا بحس دائما كل ما زاد الألم كل ما زاد احتياجنا لنوع الموسيقى رقية وعمقة.